بعد عمليات التقدم للجيش العربي السوري بريف حلب الشمالي والتي أدت لتحرير عدد من القرى كبلدات بيانون، حيان، حريتان وعنيدان، بدأ بعض المدنيين بالعودة لمنازلهم والتي منعتهم التنظيمات الإرهابية من الوصول إليها، معبرين عن شكرهم لرجال الجيش العربي السوري. أنا كنت محروم من جي عبيتي 8 سنين، وأبدعي لربي كل يوم بيومه أنه الله سبحانه وتعالى ينصر جيشنا، والحمد لله تحقق دعانا والحمد لله رجعنا عبيوتنا. نحن كنا ساكنين هون وصارت الأحداث من 7-8 سنين، انهزمنا وقلبنا على كفنا نقول بيتنا ما صدقنا الله يرد لنا إياه. الحمد لله ما بعرف أظل غيط، الحمد لله. إعادة السيطرة على هذه القرى والتلال ساهم بإعادة الحياة للطريق الدولي حلب باب السلامة، حيث تابعت الوحدات تمشيط المنطقة وتنظيفها من مخلفات التنظيمات الإرهابية بهدف وصول الأهالي بشكل آمن لممتلكاتهم في المنطقة. نحن الآن نتواجد على الطريق الدولي حلب تركيا، هذا الأوتوستراد الذي سيطرت الجماعات الإرهابية المسلحة على هذه المناطق على جانبيه لأكثر من 8 أعوام. اليوم الجيش العربي السوري يعود إلى هذه المنطقة، يعيد الأمن والأمان إليها، ويعني يفتح الأبواب أمام أهالي هذه المناطق الذين حرمتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة من الوصول إلى هذه المناطق. نحن الآن في حريتان نقوم بتأمين الطرقات والمناطق التي هي مفخخة نتيجة إرهاب المجموعات المسلحة لتأمين عودة المدنيين بشكل آمن. عودة الأمن والأمان لهذه المناطق بعد استباحتها من قبل التنظيمات الإرهابية لعدة سنوات يشكل دافعا كبيرا للأهالي لإعادة الحياة لمنشآتهم وقراهم من جديد. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، ريف حلب.